طريقة تحويل الهاتف إلى مايك حي من هاتف إلى مايك حي على سماعة البلوتوث. أول خطوة نربط الجوال بالسماعة عبر البلوتوث أو سلك الآي أو إكس. طيب عندنا 6 تطبيقات اللي تشوفونها أمامكم، خلونا ندخل على التطبيق الأول. بس قبل أن ندخل عليه بإذن الله راح تشوفون روابط التطبيقات للآيفون والأندرويد، ولكن الأكثر الأندرويد طبعا راح تلقونها بإذن الله في وصف هذا المقطع، وراح يكون بإذن الله مثل ما قلنا في الديسكريبشن. طبعا تحميلها جميعا مجانا بدون دفع أي أموال أو أي نقود. طب خلونا ندخل على التطبيق الأول باسم مايك لايف. هذه هي واجهة التطبيق الأول. طبعا على طول من نضغط زر المايك راح تضبط معنا بشكل طبيعي. خلونا الآن نضغط زر المايك ونجرب. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، فجربنا التطبيق الأول. خلونا الآن نجرب التطبيق الثاني. مثل ما تشوفون أمامكم هذا هو التطبيق، واجهة التطبيق الثاني. أول شيء نضغط على Get Started، بعدها نضغط على Go to Microphone، بعدها راح يطلع لك خيارين مثل Eco Noise Connection أو High Quality، تبغى تحط صدى أو صوت على. طبعا هذا الزر الرمادي أو الأسود اللي هو راح يدخلك على يعني على يكون يتحول إلى مايك طبيعي. خلونا نضغط الآن ونجرب. كيف حالكم؟ عساكم بخير إن شاء الله. مضبوط الصوت. جربنا التطبيق الثاني، خلونا نجرب التطبيق الثالث باسم لايف مايك. أول شيء ندخل التطبيق. طبعا على بال ما ندخل التطبيق راح تجينا أيقونة باسم اللايف. نضغط على طول على أيقونة اللايف. خلونا الآن نضغط على زر أيقونة اللايف. السلام عليكم، أهلا وسهلا. جربنا عن التطبيق، خلونا الآن نروح إلى التطبيق الثالث ونشوف مميزات التطبيق الثالث، وخلنا نشوف هل يشتغل بشكل مضبوط أو لا. الآن ندخل على التطبيق. هذا هو التطبيق، واجهة التطبيق مثل ما تشوفون أمامكم. نضغط على أيقونة المايك اللي تشوفونها أمامكم، اضغطوها ويشتغل معكم. في قناتنا قناة كرافت إكس. الآن اشتغل التطبيق، اشتغل التطبيق بشكل ممتاز جدا. الآن ندخل على التطبيق الخامس. هذا هو تطبيق أو واجهة التطبيق الخامس بما تشوفونها أمامكم. وطبعا مثل ما تشوفون أمامكم طلعت لنا إعلانات، لأن أكثر التطبيقات اللي معنا الآن مجانية، فلازم أنها تطلع فيها إعلانات كثيرة جدا، وهذه نقطة مهمة جدا أنها مليئة بالإعلانات، ولكن يعني ليست بكثرة كثيرة جدا. والآن ما شفنا قبل شوي في إعلانات كثيرة. خلونا ندخل الآن على المايك. كيف الحال؟ كيف الحال؟ اشتغل معنا التطبيق بشكل طبيعي جدا. هذا التطبيق مثل ما شفنا التطبيق السادس، من نضغط عليه يضبط. ونراكم في مقاطع تعليم أخرى بإذن الله. مثل ما تشوفون أمامكم انتهت التطبيق الستة. شكرا لكم لمشاهدتكم لهذا المقطع، بإذن الله راح ترون تطبيقات بالوصف تحت هذه المقطع. شكرا لكم لمشاهدتكم هذا المقطع، نراكم بإذن الله في مقاطع أخرى، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدعاء بإذن الله. شكرا لكم.